انا عايزاه يبقى لنا حال مع الله يا اخوات، يبقى لنا دايما كده ليا وقت، ولو في اليوم، ولو 5 دقايق، ولو 4 دقايق، ولو 10 دقايق، نص ساعة. حلو، ساعة جميل جدا. خدي الساعة اللي قبل الفجر دي من أول التواشيح، احنا بتبقى كان زمان في إذاعة القرآن بتاع حوالي نص ساعة قبل الصلاة، خدي النص ساعة دي كلها دعاء. يا ستي خلي الدعاء قبليها، ماشي، عايزة خلي العشر والربع ساعة دولت لله سبحانه وتعالى. يا رب أنا بحكي لك اللي حصل النهاردة، احكي لربنا، احكي لله سبحانه وتعالى، يا رب كذا، يا رب كذا، يا رب انا حصل لي كده، طب يا رب يرضيك كذا، طب يا رب انا زعلانه من الامر، طب اربط على قلبي يا رب بالشيء الفلاني. ادعو، ادعو، الدعاء مستجاب. ويبقى لي الحال في ركعتين القيام، انا الناس كلها نايمه وانا قايمه لك عشان ليا حاجه وطلب عندك. يبقى انا بكرر ده، انا اقرر ولو 1000 مليون مره، ولو مليون سنه، ان انا يبقى يعني اوصي بالقيام، ولو فضلت عمري كلها هم الركعتين ينجوكي. والله يا بنتي ينجوكي. وبعدين ما هو انت في القيام انت قايمه بقران، يعني اللي مقصره حتى في وردك، ما انت هتقومي تقراي بالقران اهو، وتخلصي وردك اللي الله سبحانه وتعالى يمن عليكي وتخلصيه يا رب، وتبقي شاطره وناصحه ومخلصه وردك. ودي قران، ودي دعاء، ودي حال قلب فيه زلل لله سبحانه وتعالى، وحال قلب فيه رجاء لله سبحانه وتعالى، وبدع يد الهنا ويد المن. الامر محتاج مننا بس ان احنا نفقه اللي ينجينا، لكن للاسف احنا لا بنفقه ولا عندنا اصلا اي نوع من انواع، وعايشين في الدنيا كده بس عشان خاطر ايه؟ علشان خاطر اهو، خلينا ده احنا عايشين زي الناس ما عايش، مش بعمل اكل وشرب وعامله عيالي وعامله زوجي ومش عارفه وفي دراستي وكذا، مش هي دي الحياه. انا لو يمسكوني الوزارات، وزارات العالم بقى، عارفين انت كده يقول لك مجلس العالم ده، والله والله يعد القلب الاول اخلاقيا وايمانيا وتربويا، وبعدين بشوفه بقى علوم الدنيا تمشي ازاي بعد 10 سنين وانت طالع يعني. لكن الفتره دي كلها ازاي ارتبط بالله سبحانه وتعالى، وازاي يبقى لي حال حب وحال ارتباط. نفسي لو كل، والله واحده، لو كل امراه وكل واحده بتسمعني دلوقتي عملت بينها وبين الله سبحانه وتعالى رابطه حال خبيئه بينها وبين رب بتاعت ربنا بس، تيجي واحده تكلمي من واحده من اللي بقى تقول لك ايه ده، هي كل الناس دي بتحب ربنا؟ ايه ده، هي كل الناس دي لها حال مع الله كده، وكل الناس دي غيري، وخلي عندي غيره في امور الخير، خلي عندي غيره في امور الخير. عدلي اهدافك من جديد، شوفي الحاجه اللي فيها خطا عادي عدليها، مش شرط انت المفروض ان في مرونه في الاهداف او في الوسائل اللي انت بتاخديها علشان توصلي لهدفك. ما تسمحيش للناس الكئيبه انها تحيط بيك، ويبقى لك لا، دايما صحبه صالحه، دايما دايما صحبه تعينك على الخير. احسني الظن بالله ثم احسني الظن بالله ثم احسني الظن بالله، خدي الاسباب كانها كل شيء، ده اسم الله الاول، ثم توكلي على الله كان الاسباب دي ولا شيء، واسم الله الاخر ان ينفعك الله عز وجل بالاسباب دي. والله سبحانه وتعالى باي اسم من اسمائه والاسم الرب القائم على عباده يعطيك بدون اسباب. والامر اللي بعد كده افتكري المنجيات، الله الله ربي ولا اشرك به شيئا، يا ربي يا حنان يا منان يا ذو الجلال، يا ذا الجلال والاكرام، بديع السماوات والارض ذو الجلال والاكرام، اكرمني في كذا وكذا. صلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم، يغفر ذنبك ويكفى همك، سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله، اللهم اغفر لي واهدني وارزقني، قد فعلت. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، وأفوض أمري إلى الله، إن الله بصير بالعباد، فوقع الله خلاص سيئات ما مكروا، وحسبنا الله ونعم الوكيل، وحسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت ورب العرش العظيم، وحسبي الله سيؤتينا الله من فضله، إنا إلى الله راغبون. من ضمن الأذكار اللي بتعمل، من ضمن الذكر اللي بيفعل يعني المعجزات، اللي هو إيه؟ اللي هو اللي أنا بقول لكم عليه دوت، حسبي الله سيؤتينا الله من فضله، إنا إلى الله راغبون. أعرف أخت يعني لها حال مع الرؤى مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني تعوز حاجة فتحلم بالنبي صلى الله عليه وسلم لها فعلي كذا ولا تفعلي كذا، ناس قلوب يعني صلى الله سبحانه وتعالى يعني. وتيجي كده يوم، أنا ما شفتش رسول الله صلى الله عليه وسلم بقالي يوم ولا يومين، قلت له والله يوم ولا يومين، يا إله إلا أنت سبحانك يا رب.
فمن ضمن الحاجات تقول لي انا الايه دي سيؤتينا الله من فضله، والله سيؤتينا الله ورسوله من فضله، الرسول صلى الله عليه وسلم لسه. قلت لها ايوه صباح، انت حاله خاصه بنتي، خليكي على جنب. ادعو الله سبحانه وتعالى يمن علينا وعليكم يا رب بالتقوى والهدى والتقى والعفاف والغنى.